على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجبل المساعد في عملية نوعية بعد ورود معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بتركيب أجهزة حساسة على هواء خاص بشركة موبيليس المتواجد بجبل الزرقاء بلدية جبل المساعد ولاية المسيلة، بغرض قرصنة بث إشارة باقة قنوات رياضية أجنبية وتوجيهها نحو أجهزة استقبال رقمية لبيع تلك البطاقات بمبالغ مالية معتبرة، حيث تم توقيف 3 أشخاص مع حجز 173 بطاقة إلكترونية، 14 جهاز استقبال رقمي نوع بي أن سبور، 13 جهاز استقبال رقمي من مختلف العلامات، 4 أجهزة حساسة للتشفير والبث نوع أونكودير سكرامبلال، حيث وجهت للمشتبه فيهم الجناح التالية: ممارسة نشاط بث تلفزي دون رخصة، حيازة أجهزة حساسة ذات منشأ أجنبي متآتية عن طريق التهريب، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.